السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا جميعا بخير وفي أحسن أحوالكم. أتمنى كذلك أن لا تنسوا الاشتراك في القناة ووضع لايك أو إعجاب وتعليق فضلا وليس أمرا. جزاكم الله عني كل خير. موضوع اليوم هو كما قلت يعني كما سوف أقول لكم، ليس كما قلت لكن سوف أقول لكم، هو عن التحكم العاطفي أو التحكم العاطفي أو ما يسمى في التنمية الذاتية الذكاء العاطفي. كما قلت أنا حاولت أن أعمل يعني ربط ما بين ما هو مذكور في الدين الإسلامي أو ما مذكور في القرآن الكريم والسنة، وكذلك ما موجود في العلم الحديث وهو soft skills أو المهارات الناعمة أو التنمية الذاتية. اليوم إن شاء الله سوف أتكلم عن كما قلت عن الذكاء العاطفي، كما الذكاء يعني تحكم في العواطف في عواطفنا، وهذا يعني الكل نعرفه نحن جميعا مذكور في القرآن الكريم. والكاظمين أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، وكذلك مذكور في السنة النبوية الشريفة فيما معنى أن الإنسان يجب أن يكون متحكما في غضبه ولا يغضب بسرعة، وهذا يعني في التنمية الذاتية ما يسمى بالذكاء العاطفي، أو الإنسان يحاول ما أمكن أنه يتحكم في العواطف اللي كتكون عنده ديك الساعه. كما قلت سواء كانت العواطف اكثر يعني بصفه عامه، هناك الذكاء يعني يمكن ان نتكلم عن الذكاء العاطفي بصفه خاصه فيما يتعلق بالعواطف السلبيه التي نحس بها كالغضب أو الألم أو البكاء أو يعني الأشياء السلبية التي أو يعني في أشياء كثيرة سلبية يمكن أن نحس بها ويجب أن نستعمل فيها ذكاءنا العاطفي لكي نتغلب عليها ونمر عليها مرور الكرام. كذلك في علاقاتنا مع الناس يمكن إنسان هناك بعض الأشخاص سريعين في الغضب، يغضبون بسرعة ولا يستطيعون التحكم في أنفسهم. هذا كذلك الإنسان يمكن أن يحاول أن يشتغل على نفسه حتى يتحكم في هذا يعني يتحكم في غضبه. كما قلت هي مذكورة في هي آية مذكورة في هناك آيات أخرى، كما قلت والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، عنده يعني واحد الأجر كبير عند الله سبحانه وتعالى إذا كان يستطيع أن يكظم غضبه، يعني يكظم الغضب هي انه يتحكم في الغضب ديالو وما كيخرجوش ويحاول ما امكن انه يعني الغضب اذا غضب الانسان بسرعه فهو يمكن ان يقول كلام سوف يندم عليه من بعد يندم على ذاك الكلام اللي قال. الانسان اللي كان كيدير يغضب بسرعه كيقول كلام اللي غادي يندم عليه بالتاكيد سوف يندم على اي كلام قاله من بعد، يمكن أن يصل إلى ما يحمد عقباه، يعني الإنسان يمكن أن يكون هناك ضرب أو أي شيء آخر. يحاول الإنسان أن يتحكم في غضبه، وهذا كما قلت لأن يعني الناس الكثير من الخبراء يدرسونها التحكم في العواطف أو ما يسمى بالذكاء العاطفي. هناك كذلك الإنسان الذي يحاول أن يكون لديه ذكاء عاطفي هو الإنسان كذلك الذي دائما يفترض أن الإنسان الذي أمامه إذا ناقشه أو تكلم معه في أي موضوع ما يمكن أن يكون في كلامه نسبة كبيرة من 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 الصواب، يعني يمكن أن أكون مخطئا ولا يمكن ولا يجب كذا أن يعني نبقى نكون أنا اللي عندي الصواب، يكون عندي غير أنا عند الناس، أي أحد يكون يمكن يكون على صواب، وهذا ما يميز الذكاء العاطفي. هناك كذلك من الذكاء العاطفي
أن تحس بالإنسان الذي أمامك، وإذا أمامك إذا كان يعني حزين أو عنده أي ألم، أو يعني ممكن أن سواء يمكن أن تحس به أو يمكن أن تساعده فيما يمر به من ظروف، أو فقط إذا كنت تعرف جيدا وتعرف أنه إذا كان عنده ألم عنده مشاكل أو حزين جدا يحب أنه أو يفضل أن يكون لوحده فتتركه، حتى يعني ترجع له يعني تتكلم في الموضوع معه مرة أخرى. هذه كلها الأشياء من الذكاء العاطفي التي تدرس في يعني تدرس في التنمية الذاتية وسوفت سكيلز، أو ما يسمى بالمهارات الناعمة، موجودة في ديننا منذ قرون عديدة. فقط يمكن نحاول أن هذا كله ما أقوله هو فقط شغل على نفسه، يعني الإنسان كيخدم على نفسه باش يوصل لذاك الشيء اللي كيتمناه واللي بغاه، يعني يحاول ما أمكن أنه يشتغل على نفسه. هذا فيه عمل كبير جدا واجتهاد كبير، خصوصا بالنسبة للأشخاص الذين يغضبون بسرعة ولا يتحكمون في أنفسهم. عندهم عمل مهم جدا باش يحاولوا ما أمكن أنهم ينقصوا من ذاك الغضب السريع. كما قلت، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، اللهم اجعلنا منهم من الذين يعفون ويكظمون غيظهم ويعفون عن الذين امامهم. وهذا هو موضوع اليوم، اتمنى كذلك ان اكون قد وصلت لكم ولو معلومة صغيرة جدا مفيدة تستفيدون منها في الموضوع يعني. وخلاصة الامر انه يجب ان نشتغل على انفسنا جيدا وكثيرا، وكل ما نقول كل يعني الأشياء كثيرة، الأخلاق الحميدة أو المواضيع مهمة جدا موجودة في ديننا الإسلامي، سواء في القرآن الكريم أو في السنة النبوية الشريفة. هناك الكثير ما نتعلم وهناك الكثير ما نعرف، يعني فقط ندرس أو نحاول أن نقرأ أكثر فأكثر حتى نتعلم أكثر فأكثر. أتمنى أن يكون قد أعجبكم موضوع اليوم، وأقول لكم في أمان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.